الاهلي حصوله على البطوله الثانيه لموسم 22-23. كما ذكرت لحضراتكم البطوله الاولى كانت امام سبورتنج في نهائي دوري المرتبط في صاله رقم 1 استاد القاهره، واليوم نهائي بطوله منطقه القاهره امام هليوبلس في صاله رقم 4 باستاد القاهره. توفيق ميرال اشرف بسم الله الرحمن الرحيم تحتضن بوسينة لاعبة نادي الشمس، طبعا كانوا زمايل وتصعدوا مع بعض في نادي الشمس، كان يتولى تصعيدهم وقيادتهم فنيا الدكتور وائل يسري رحمة الله عليه. تتلقى التشجيع والتهنئة من بوسينة لاعبة نادي الشمس. مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة السلة كابتن شريف سليمان رئيس مجلس الإدارة، المستشار تامر عبد الله نائب رئيس مجلس الإدارة، المهندس طارق فهيم عضو مجلس الإدارة، كابتن نادر زكي عضو مجلس الإدارة، دكتورة دانيا عرابي عضو مجلس الإدارة، كابتن وائل عبد الحي المدير التنفيذي، السيد الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. تواجد لي أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة لكرة السلة، وتواجد أيضا للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لكرة السلة الممتاز سيدات الموسم الرياضي 2022-2023. كابتن دالي عرابي واحدة من لاعبات الزمن الجميل جيل رحاب الغنام وشوها فكري، كانت بقيادة الكوتش الكبير كابتن طه الغنام، واحدة من اللاعبات المتفوقات جدا، هي عضو مجلس إدارة نادي عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة، أيضا كابتن نادر زكي والكابتن شريف سليمان، كابتن وائل عبد الحي، وتواجد لجميع أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة. تكريم للحكام الكابتن عمرو زاهد الحكم الاول، كابتن حسام عبد المنعم حكم ثاني، كابتن عبد العليم السيسي حكم ثالث، كاس ودرع البطوله كابتن منى، كابتن ايهاب، كابتن تامر، ترابيزه الحكام. مراسم تتويج الاهلي بطلا لبطوله منطقه القاهره لسيدات كره السله للموسم الثاني على التوالي، تكريم من قبل مجلس اداره منطقه القاهره والسيد العمري فاروق العمري نائب رئيس النادي الاهلي. تسليم جائزه هداف البطوله رضوى سالم من نادي الجزيره. هداف البطوله رضوى سالم لاعبه نادي الجزيره. رضوى سالم لاعبة نادي الجزيرة ومنتخب مصر تحصل على لقب هداف البطولة. يتم التكريم رضوى سالم. قبل الكابتن شريف سليمان رئيس مجلس إدارة منطقة القاهرة. رضوى سالم هداف البطولة لاعبة نادي الجزيرة. تحتفل مع زملائها. هداف الرمية الثلاثية شادو عبد الحكيم من نادي الشمس. شادو أو شادو عبد الحكيم هداف الثري بوينت نادي الشمس. لاعبة نادي الشمس شادو عبد الحكيم، وهي بالمناسبة أخت شازا عبد الحكيم لاعبة نادي هليوبلس، هداف الثري بوينت شادو عبد الحكيم. واسم الشهرة شادو. أو الاحتفال كان مع ميرال أشرف زملائها السابقات زي ما احنا شايفين، حتى شازا موجودة اهي في الاحتفال. نورة الدبيكي، نورة الدبيكي اللي على شمال الشاشة واللي على يمين الشاشة فريدة لاعبات هليوبلس، هم كانوا معاهم بنفس الجيل. المركز الثالث حصل عليه نادي الشمس.
الهدافات نادي الشمس باستلام الميداليات. المركز الثالث نادي الشمس. نادي الشمس يتفضل. زي ما قلت لحضراتكم نورة دبيكي وفريدة مدحت كانوا لاعبات في نادي الشمس وانتقلنا الى نادي هليوبلس، فيتم الاحتفال طبعا صداقة كبيرة بينهم وبين بعض. الميدالية البرونزية. الميدالية البرونزية الى نادي الشمس، ذهبت الى نادي الشمس. اما المركز الثاني زي ما قلت لحضراتكم هيبقى نادي الجزيرة، وبطل البطولة هو النادي الاهلي. مبروك لنادي الشمس حصوله على المركز الثالث. يتم تقليد لاعبات نادي الشمس بالميدالية البرونزية. كابتن هاني حسن مدير فني للفريق، مبروك كابتن هاني، مبروك نادي الشمس بحصوله على المركز السادس. المركز الثاني. المركز الثاني فريق نادي الجزيرة. نادي الجزيرة يحصل على المركز الثاني. كابتن عمرو عاصم مديرا فنيا لنادي الجزيرة، مبروك نادي الجزيرة وصوله على المركز الثاني. هلا وفرح رنا علاء حبيبة حاتم آية الكي بيتس والمدير الفني كابتن عمرو عاصم، كابتن مصطفى سيد، كابتن نهال، كابتن مصطفى سيد، كابتن عمرو عاصم مدير فني، كابتن مصطفى سيد، وكابتن نهال سعد مدرب عام. لاعبات النادي الاهلي السابقات رنا علاء رقم 12 وحبيبه حاتم كريم حاتم مصعد الدرجه الاولى وايه خالد الف سلامه يا ايه، وحصول نادي الجزيره على المركز الثاني. مبروك نادي الجزيره. يتبقى المركز الاول الذي سيذهب الى البطل دائما وابدا هو النادي الاهلي وكاس البطوله للموسم الثاني على على التوالي لصالح النادي الاهلي. فرحه لاعبات نادي الجزيره بالحصول على المركز الثاني. والآن لحظة تتويج البطل النادي الأهلي، لاعبات النادي الأهلي، وهنسمع دلوقتي. فريق النادي الأهلي. النادي الأهلي إلى منصة التتويج. هلا مصطفى. هلا مصطفى. رضوى محمد. فريدة وائل. دينا عمرو الكابتن ورانا نبيل. جانا الألفي حبيبة بيكو. رنيم جداوي. جايدة خالد. هنقول لحضراتكم مرة تانية هلا مصطفى، رضوى محمد، فريدة وائل، دينا عمرو الكابتن ورانا نبيل، جانا الألفي، حبيبة محمد الشهيرة بيبيكو رقم 40، جايدة خالد أول سنة درجة أولى، نرمين أيمن أول سنة درجة أولى، نادين سلعاوة رقم 7، رنيم جداوي رقم 15. تقلدنا الميداليات. نهى الشتا رقم 23، ميرال أشرف رقم 4، ندى نافع رقم 9، سلامات يا ندى، سوكا رقم 8، جيمي نارد رقم 31، كريم إسماعيل المدرب العام، الكابتن ماجد المسلمي المدير الإداري، الكابتن مشيرة الإدارية، كابتن أكرم السبكي المخطط الأحمال، كابتن علياء محمود المدرب العام، دكتورة مي القاضي المعد النفسي، دكتورة ياسمين الكيلاني طبيبة الفريق، وأخيرا دكتورة مروة الحسيني، أو عفوا ليس أخيرا، دكتورة مروة الحسيني طبيبة. أما الكابتن أكرم الشربجي المحلل الفني والتقني للفريق، وأخيرا الكوتش الغزال طارق خيري.
والحصول على البطولة الثانية، والآن إلى رأف الكأس، اللحظة التي ينتظرها عشاق وجماهير النادي الأهلي.